وحقر النتيجة في الجورنال. لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببة بهباب. يلا يلا. وانت بوبي لحم ضاني وشرطه كبير. انا كل يوم هعد كلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص هجرجرك بسلسله. يا لهوي الحقوني يا عيون البوليس انا جاي. الحقوني يا بوليس. اوعى تشوفني. انت لسه خلص عليك. خد خد في ده يا غور عني. اشكال ما تجيش الا بالسبت. يا دراعي سعاده البيه. شبيك له بيه وهحط الحديد في ايديك. ليه؟ عملت ايه؟ الله ده بيسأل. سرقة بالإكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تاج راسي. نعم؟ نعمين واربعة يبقوا ستة. أنت هتتبلع الراجل بالزور ولا إيه؟ الله، أنت مش لسه صوتك دلوقتي كان جايب لآخر الشارع؟ ده أنا كنت بضحك. تضحكي تقولي يا بوليس؟ أمال لما استوت تقولي إيه؟ هقاو؟ ودلوقتي جناب سعادتك. عاوزني في حاجة؟ لا ما نستغناش يا عسل. وما الفلوس دي ايه؟ فلوسه حر ماله، كسبها بعرق جبينه. بعرق جبينه هو؟ الله، المهم انا اديتها له بمزاجي. الله، هو تلفيق قواضي ولا ايه؟ لا ولا تلفيق قواضي ولا حاجة. معلش، المرة دي برمت يا عسل. الجايات اكتر من الرايحات. يلا هات غور من قدامي. ما انا كنت ماشي وانت اللي حشتني. يلا انت وهي اتفرجوا على ايه؟ حاوي هو ولا رجوز؟ هنيجي تاكلنا على التحرك. يلا يلا. كدبت ليه؟ بتحبيه؟ ده انا طيق العنا ولا طقوش. لكن اهو هي غصبانيه. غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟ هعيش ازاي بين الديابه من غير سبع يحميني؟ يحميك عشان السفرة بيكي وياكلك لوحدك. مكتوب على الكبير اهو كارنا كده. انتوا اللي بتجيبوا نفسيكم. واحده زيك ما تسيبش الحته دي ليه؟ تروح تتعايش من شغل شريف. شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟ انا هكلم لك المسؤولين. انا اصلي نافد عليهم قوي. صحيح يا تجراسي، بس بشرط تهمادي. يعني لا رأس ولا خمسة باب ولا ميتة دليتة عمدة ولا ولاعة يا جوني. حاضر، بس يا ترى عباس هيسيبني؟ لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منك. ازاي؟ الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني ويقولوا لي يا رزل. قال خلصك مني. قال. طب وما قالكيش ازاي؟ ما قالش يا تجراسي، وطبعا مش هيقدر. ده ولا هو ولا مدرسه الكونستابلات بتاعته. اسمع ما اقولك، أنا عايزك تجاري تاخديه على قد عقله. ما تخافش عليا، ده أنا هفرده واتنيه وأحطه في جيبي. أه فين يا بنت؟ ياما، إيه في إيه؟ مكتوبه للاسم. ليه؟ عملت ايه؟ لازم القروبه سميره تبلت عليا. هي ايه العباره بالظبط يا سيدنا الافندي؟ قالت مزاجك انا مش كده؟ لا، اذا كانت البنت مظلومه انا احب اقدم لك نفسي اولا. هتقدم لي نفسك مين؟ الكوميك بتاع الكوتشينه، راجل فلاتي وبتاع نقط، وما حبكش المزاج معاك غير مع اخطر مشبوهه في الشارع كله. مشبوهه؟ اسمع نصيحتي انت زي جدي، مالكش دعوه بالبنت دي بالذات، اصلها كمان. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مع السلامه. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا بنت قدامي. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا قدامي. لا تتوش يلا. طب ما بنت بيني كده.
لي الاسم يا سي منصور. هو انت فاكراني ما اديك الاسم بصحيح؟ طب قول كده. طب مش كنا طلعنا البيت احسن؟ بيت الله يخرب بيتك، ما هو ده التكتيك اللي انا متكتكه عشان خاطر عباس. والتكتيك ده يطلع ايه؟ زي بتاع حترش؟ كل زبون هيجي لك هطفشه. نعم، مش هخليك تكسبي ولا ناكلي. يا لهوي، انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. خميني بس، ما انت لما هتفلسي وتخرب بيتك الواد عباس مش هلاقي من وراك فايده، هروح سايبك على طول. يا مصيبتي السوداء يا ناس، اخيانه لو ما كانوش بس قالوا لي على جنايه زرار العسكري. عسكري ايه وزرار ايه؟ انت زعلت يعني عشان بهدلتك قدام العالم؟ لا ابدا، ده انت تشكر، تشكر بالقوي يا طاج راسي. بقى الملعوم اللي كنتوا هتعملوه فيه اتقلب عليكم. انت اصلا غشيم. غشيم؟ انا غشيم عباس؟ طب انا من غير شكرانيه في نفسي انا كنت بتاع ثلاث ورقات. واحنا كسبنا الفجوره، والفجوره هي تراجي. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اخلص منه. اف ده وقف حالي. قال ايه؟ عايز نعيش بالحلال. طيب ايه مين؟ الحقني يا طاج راسي، غبني. ايه ده؟ انت جيتي هنا ازاي؟ سألت على عنوانك من الكراكون، ما هو السبب في كل اللي جرالي. بص شوف، بص عباس عمل فيا ايه؟ الله الله. لا لازم اوريلك عشان تصدق. ايوه بس انا كده مش هعرف اركز معاك في الكلام. ضربني عشان ما جبتلوش فلوس، سبت له البيت والحته باللي فيها. شفتي بقى التكتيك نفع ازاي؟ اه يا فرحتي يا هنايا يا وكستي يا شقايا. خلاص يا بنت خلاص، مش قلت لك هكلم لك المسؤولين عشان يشوفوا لك شغلانه نظيفه؟ حلني بقى، انا في مصيبتي دلوقتي اعمل ايه؟ ابات فين؟ هتباتي عندنا. اهو كده، اظهر على حقيقتك، اظهر وبان. انا برضه بنت الناس؟ طب ده انا حبيتي في اوضه المرحومه امي اللي ما اتفتحتش من يوم ما توفت. يقطعني يا طاج راسي، ما كانش قصدي، بس اوعى يكون بيطلع لها عفريت. عفريت لما عفرتي، انا الحق عليا لعدد بنات. حقك عليا يا طاج راسي. طيب خلاص، بس ما تغلطيش في الغاليه. حاضر يا طاج راسي. انا هروح اجهز لك اوضتها عشان تتخملي فيها لغايه ما اتصل بالمسؤولين. تسلم لي يا طاج راسي. ده ملعوبه بيه؟ ملعوبه عاملاها فيا البت دي؟ انا
من يوم ما اتبلى عليا وجابني عند سعادتك وانا كل يوم يهددني لو ما كنتش انسانه واجيله هنا. وادي ازالة الهم تشهد، وادي التعبيرة كمان تشهد، يعني سبق اصرار ونوينا بقى. دي هي اللي جاب المأمورة يا سعادة الحشيش، هي اللي جاب المحشورة يا سعادة المحمور، المحمور. ما تصدقوش حضرتك، طب انا هوريلك. بص حضرتك ادي بقيتها اهو في جيبي، اهي تشهد وتقول اتفضل. ياه ده صنف كويس يا سي منصور. طبعا ما هو بياخدها رشوه من الغرزجيه كمان عشان تنيليها على الاخر. اظن هتقول ان هي اللي حطيتها لك في جيبك كمان. اه وانا اللي قطعت فستاني، وانا اللي قلعتك كده يا تاج راسي. ايه قلعتيني كده؟ العسكري اللي حكمك قرر استعمال الرأفة معاك تقديرا لخدماتك السابقة، لذلك اكتفى بتجريدك من رتبتك وردك من الخدمة. انصراف.